هذا وتستضيف القاهرة في هذه الأثناء اجتماعا يضم وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية والبحرين لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية. ويبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على ضوء الرد الرسمي على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والذي سلمته الدوحة يوم أمس الأول للكويت، بالإضافة إلى بحث المواقف القطرية خلال الساعات الماضية. وحتى الآن لا مرونة تبديها الدوحة توحي برغبتها في الصدع الخليجي، وما يبدو جليا حتى الآن هو ارتباك قطري واضح وتخبط في كل الاتجاهات بعيدا عن محيطها. مصادر متابعة كان قد لفتها نأي قطر عن الرد على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وتحدثها عن دعم أو عدم واقعيتها ورفضها للتدخل في شؤونها، وكذلك ردها بأن هذه المطالب انتهاك لسيادتها.